طبعا اول شيء نرحب فيهم مكان اخوي جابر الله يحييهم. الشيء الثاني يعني شركه ما شاء الله تبارك الله بحجم اللي سمعنا عن الشركه انها في منتجات تخص الخيل، واستهلاك الخيل اليوم في المملكه العربيه السعوديه استهلاك عالي. وش التجهيزات اللي جهزوها الفروسيه بشكل عام؟现在呢，我们也有部分产品呢是在中国境内啊，乃至中国香港，还有其他一些国家在使用，以提高马的运动能力、抗疲劳能力。那么一些产品，除此之外呢，还有一些提供跟这个马，应该说更有营养的啊，充满活力的一些产品。مستر وو يبلغنا أنه لديهم بالفعل في شركتهم بعض المنتجات التي تساعد ملاك الخيل، وفي الفترة القادمة سوف يكونوا قريبين من سباقات الخيل وسوف ينتجوا بعض المنتجات التي تساعد مربين الخيل في هذه السباقات.